ليه النهج هنا احنا نسموه نهج الحلقه اللي هو ذي من احسن تصاولي موجودين لهنا. اليوم الثلاثه هذوما قصه واحده، خد منهم ديزارتيست بانجو اللي هو ارتيست تونسي، وفارس كاشو اللي هو ارتيست من سوريا. كيما قلت لكم اسم نهج الحلقه باز التابلوات اللي فيه عبروا على الحلقه. مرحبا بكم هنا، شرفتونا اليوم في جلبه. انا ادم اصلي من ولايه قبسه، ما نعيش لهنا تو عندي 14 سنه. بديت الغرام تاع هذه الحكايه نتاع الجيد لهنا في جربه وانا عندي 4 سنين. وقت تعلمت لي ديزارتيست الحكايه نتاع التابلوات، ما كنتش قبل نحكي دي لونغ تاكسيستي وسعوا معايا بالهم معايا، ومهدي بشيح هدا لي كتاب تاع جربه مع الممارسة كل شيء. حتى اللي تعلم اتعلم دي لونغ نحكي مع الارتيست ديريكت يفسر لي، اما كانت ضحكتهم الحاجه راهي هذيك نتاعي انا نضحك بها العباد، لخاطر التكنيك بتاعي تختلف من واحد لاخرين. اللي هي التكنيك بتاعي اللي نخدم بها، لازم الكليون اللي يجي يتاقل معايا ويضحك، لازم الضحكه هذيك ابلش يعني كيما نقولوا احنا ابجل حاجه في الحكايه كل. وهذاك هو مع السياح كل شيء تعلم دي لونغ فرونسي انجلي شويه بولوني بورتوغي شويه ايطالي. كيفاش هذايا هنا حاط يا خيمات؟ عملوا الأغراب يرمز للشر ماشي باش الخير. من بعد هناك مرة أحلام غلبة للحار، كيفاش يحبوا الهجرة؟ زادوهم بالباتو والموج، كيفاش يقصدوا بها كل يوم فما برشا وحدين قاعدين يحقوا بالباتوات، الموج يضرب الباتوات كل يوم فما برشا وحدين قاعدين يموتوا. خدموا مع بعض غادي بالتوب والنجم بتاع الباسبور، الروج السورتي والنوار لونتري، كيفاش يقصدوا بها فما برشا وحدين خرجوا؟ اللي ماتوا في البحر لقوا غادي عجبتهم الظروف أقل من اللي رجعوا سالمين لهنا. كيما تشوفوا تم خروج أكثر من الدخول. مثلا انت باش تخرج من هنا باش تبولك في الباسبور اللي انت خرجت، اما كيفاش تثبتوا تبعوا لهم يوم خرجوا وفما برشا حديد كيف في بلادهم ما رجعوش. خدمهم مارتيس من سوريا اسمه فارس كاشو. فارس كاشو يحكي على قصة حياته لهنا، كيفاش في الحرب كان حابس مرته في الدار متحباش تموت، يخلي يتحس فقدان حرية، كيفاش يدار قديم وشعر يطير عبر الحرية. قبل كل شيء لازمنا نكمل فيها خاطر السياحه في ريودو تكمل، بعتالي مع قريت نزيد نكمل نقرا نلقى حاجه اخرى، ما نلقاش روحي حابس مع السياح. روكا مازال متشقين في ارضها مش نكرفاها، اما ظروفي اللي خلاتها باش يهاجر، لخاطر خلات فيه تراس بالحرب، التراس هذاك يقصد به برشا وجايع، كيفاش مرتها توفت في الحرب والكوارث ما صايب صايرين لبلادها. وعلاش التابلو غادي خدمان واري بلون، احنا مسانسين بها حاجه نوار سلبيه وحاجه بلون ايجابيه. معروف يفضل سامي وحيم وريحانات وإنستغرامات الكل يجوا لهنا، نشكركم الكل وهذه.